في ناس حقيقة مشاهدينا عندها قدرات هائلة على فهم وحل المعادلات الرياضية المعقدة، ونستغرب أوقات أنه في أشخاص بهذا الحجم من الذكاء بالحياة. صح هاني، هي موهبة من عند الله سبحانه وتعالى، ولكن هم ما أهملوها، وبالعكس طوروها نموها بالإصرار ودعم أهلهم طبعا، لحد ما صاروا اليوم عباقرة في حل العمليات الحسابية. جنى وخالد هم ضيوفنا اليوم، واثنينهم عمرهم 10 سنين وموهبتهم اكتشفت من كان عمرهم 6 سنوات و7 سنوات. وضيوفنا اليوم مع أمهاتهم علا ورشا. أهلا وسهلا فيكم، شرفتونا. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح الخير. كيفك جنى؟ كيف الأمور؟ أهلا وسهلا. احنا سعيدين بتواجدكم معانا، وإن شاء الله يعني الله يحفظهم ويخليهم. الله يخليك. جنى خلينا نبتدي معك، أنه ما شاء الله أنت عمرك 6 سنوات، من عمر 6 سنوات اكتشفتي هذه الموهبة، وأنت مميزة بالدراسة. كيف تعاملوا معك يعني الوالد والوالدة لما عرفوا أن أنت ما شاء الله شطورة وذكية جدا؟ سجلوني بعد المدرسة بالACMAS، وظلت لهلأ بتدرب بالمدرسة وبرا المدرسة. حلو. وكيف تشوفين علاقتك أنت بالحساب وبالرياضيات؟ يعني تحبين أنت هذا المجال ومبسوطة فيه؟ تمام. وانت يا خالد كيف تشوف، كيف تغذي موهبتك في حل المسائل الحسابية وتحافظ عليها؟ كيف انت تنمي نفس، يعني كيف انه تخلي نفسك احسن لما تحل المسائل؟ انا بتفكر كثير، لان الرياضيات انا حبيتها كنت صغير. تعلمتها وانت صغير وحبيتها وانت صغير. انا خالد عمري ما حبيت الرياضيات. علا، ام جنى، كيف تساعدين جنى انه تنمي هذه الموهبه عندها؟ كيف اليات تدريبك لها؟ جنى كنا مبلشين تدريب ساعتين بس بالاسبوع، بس بعدين بعد ما صارت تفوت بمسابقات عالميه ومسابقات محليه، فصار عنا كل يوم تقريبا ساعة. انت اللي اخذتي هذه الخطوة انه تشاركين في هذه المسابقات وتخلين جنى انه تقنعينها تدخلها؟ هلا بصراحة جنى اللي غير دعمي انا ووالدها في التيتشر تبعها، هي شجعتها كثير. فكانت كيف كانت تشجعها؟ كل ما ترشحها لمسابقة فهي كانت جنى تتشجع اكثر، حتى انه كان في مسابقات العالمية هذا كان كثير حافز كبير، حتى كانت الجائزة احيانا تيكت طيارة. حلو. فهذا كان الحافز، حتى انه جنى بتتدرب لحالها، هي بتحط التايمر وبتحط السوربون وبتتدرب لحالها، بتقعد ساعة ساعتين، هي مستمتعة لأنه عندها هدف وبدها تحققه. يعني في الكأس وفي كومبيتيشن وفي سفر و... تمام. يعني أنتوا تعرفون بعض جنى وخالد؟ بتعرفون بعض؟ خالد، بالنسبة لخالد ما شاء الله يعني فاز بمسابقة في دبي وأخذ المركز الأول، وكان في يعني مشاركات يمكن في كندا. لو تخبرينا عن خالد وعن موهبته، ومتى اكتشفتوها، وكيف المرحلة اللي هو فيها الآن، وانتم شغالين على تطوير هذه الموهبة. يعني صراحة خالد من هو صف الأول كان في منتل كومبيتيشن صغيرة بالمدرسة. نعم. فخلصها بظرف يعني دقيقة، كان مخلص ما شاء الله. وهو خبرني أنا يعني كان عم بيعبر لي بأيام. نعم. أنا كنت سونيك لايك فيري فاست، خلصها بسرعة. نعم. قلت خليني انا افوت بأي سي ماس، كنت سمعانه على مؤسسه قاده المستقبل، ما كان في عندي اي يعني توقعات، قلت خلينا افوت ونشوف. نعم. فلما عم بيزيعوا الاسماء انا فكرت عم بيزيعوا الاول الثاني الثالث، هن زاعوا الثالث الثاني الاول، قلت خالد مش من الاول. نعم. لما قالوا خالد توتنجي صراحه هو اللي خلاني اكبر طموحي انا انه انتبه عليه، فصرت دائما اللي بعده اللي بعده اللي بعده، مثل ما قلت لي انت هلا كنت عم بطلع على شيء اكثر من على يعني المسابقات الوطنيه. هو اللي حمسك، هو اللي خلاني انا اكبر طموحي انه اساعده يفوت على اكبر واكبر. يا سلام. لما راح على مسابقه دبي طلع الاولى، طموح الثاني كان على ماليزيا، طموح الثالث على تركيا، وكنا محضرين هلا على كندا. الله يوفقكم. متحمس تسافر؟ ايه. ها؟ لا بس كندا باسبوندد لان انه في الان في كورونا، بعد الكورونا ان شاء الله بعد الكورونا تنحل الامور وتسافر كندا. طيب ايش رايكم نسوي لكم الحين مسابقه ونشوف يعني نشوف الموضوع على ارض الواقع؟ احنا محضرين لكم كم سؤال، يعني تسحبون كرت وبتشوفون ايش السؤال اللي بتختارونه. طيب
ام خالد لو استطعت. اوكي. وهذه لي ام جنى. ام جنى. اوكي شكرا. نبدا مع مين؟ طيب لانه في طريقه معينه انتم تسالون فيها فانتم اللي بتسالون خالد وجنى. بالضبط. واحنا عندنا الاجابات الصحيحه لا تشوف لو سمح. هلا هو نحن رح نسالهم اللي حيعملوه هي هيدا قسم المنتال. نعم. مش قسم المعداد اللي هو الأباكس راح يتخيلوا المنتال الأباكس براسهم. نعم. يحسبوها ذهنيا. يلا نبدأ. خالد. أنا خالد الآن. أوكي خالد. لا تغش. أيوة فوكس. 865 multiplied by 7. 6055. يا سلام. هذا الإجابة صحيحة. أوكي. 6055. يلا جنى. طيب جنى. أوكي. 123. 575 201 minus 754 145. يا سلام صحيح الإجابة صحيحة. الإجابة صحيحة. طيب أنتم شنو طموحكم إن شاء الله؟ أنت شنو حاب تكون لما تكون كبير بسرعة؟ أنا بدي إني أسافر كندا. بدي أسافر إلى كندا. ها؟ سافر مع خالد الكندا. والله يحفظهم ويخليهم ان شاء الله دائما تفرحون فيهم بنجاحاتهم. شكرا لاستضافتكم. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعه وان شاء الله بكره حلقه جديده وتابعونا.